مئات الشهداء والجرحى في غارات على مجلس عزاء في صنعاء. في كل الأحوال ستفضح الكثير من القوى في هذا العالم. سقوط مشروعي القرار الفرنسي والروسي في مجلس الأمن. تفاهمات عون الحريري على راس السطح. إذا في من أي تفاهم بده يحصل نحن والتيار المستقبل بيكون علني وعلى راس السطح. بالصوت والصورة جهاد العرب ملكا على مملكة المطامر. علاقة كركي عين التيني ليست زواجا مارونيا ولا بيت طاعة. كان هناك حرص دائم من قبلي على صياغة علاقة إيجابية. البطاركة من عريضة حبيب الله إلى الحاج المعوشي. لا إله إلا الله والبطريرك عريضة حبيب الله والشيخ تاج الدين عدو الله. مساء الخير. خمدت النيران المحلية لكن جمرها لا يزال تحت الرماد. إلا أن نيرانا إقليمية تأججت في اليمن وامتدت إلى مجلس الأمن على مشروع قرار فرنسي بشأن الملف السوري وتحديدا حلب. ففي صنعاء تصاعد اللهب من أكبر المجازر ترويعا منذ بدء الأزمة. ثلاث غارات متتالية نفذها التحالف العربي استهدفت مجلس عزاء أسفر عن سقوط ما لا يقل عن 700 شخص بين شهيد وجريح ومن بينهم قيادات عليا. واقعة الصالة الكبرى في صنعاء من شأنها أن تتحول إلى جريمة حرب كبيرة بعدما حصدت مدنيين بعضهم لن يتم التعرف إلى أشلائه بسبب التفحم. التحالف الذي تقوده السعودية نفت مصادره لوكالة رويترز تنفيذ مثل هذه العملية، فيما عقد المجلس السياسي الأعلى في اليمن اجتماعا طارئا لدراسة كل خيارات الرد المتاحة. وأعلن الناطق باسم الجيش اليمني أن ما بعد جريمة التحالف السعودي لن يكون كما قبله. أما في نيويورك فقد امتدت نيران الأزمة السورية إلى قاعة مجلس الأمن، والانقسام في الميدان انعكس على جلسة التصويت على مشروع قرار فرنسي إسباني بشأن سوريا، حيث رفعت روسيا ورقة الفيتو بوجه فرنسا عاونتها فنزويلا، فيما امتنعت الصين وأنغولا عن التصويت. أما مشروع القرار الروسي فسقط بضربة فيتو ثلاثية استخدمتها كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا. البداية من اليمن، حيث استهدفت غارات مجلس عزاء في صنعاء، وقد نفت مصادر التحالف العربي تنفيذها عمليات في العاصمة. في اليمن سقط أكثر من 700 شخص بين شهيد وجريح، وذلك في حصيلة أولية للغارات التي استهدفت صالة عزاء تتسع لألف شخص في العاصمة صنعاء وفق ما أعلنت وزارة الصحة. وذكرت المعلومات أن ثلاث طائرات سعودية شنت ثلاث غارات بصورة مباشرة على مراسم عزاء لآل رويشان في الصالة الكبرى في شارع 50 جنوبي العاصمة. وأضافت المصادر أن عمليات إنقاذ الجرحى وانتشال الضحايا ما زالت جارية حتى الساعة، وقد عرف من الشهداء قائد الحرس الجمهوري اليمني وقائد قوات أمن العاصمة، فيما أصيب وزير الداخلية، وقد وجهت مستشفيات العاصمة نداء استغاثة للتبرع بالدم لإسعاف جرحى الغارات التي استهدفت العزاء. المجلس السياسي الأعلى في اليمن وفي اجتماع طارئ دعا الجيش واللجان الشعبية لدراسة كل الخيارات المطروحة للرد على المجزرة. في المقابل قالت مصادر في التحالف الذي تقوده السعودية لوكالة رويترز إن قيادة التحالف لم تنفذ أي عمليات جوية في موقع الهجوم في صنعاء. المصادر أضافت إنه من الممكن التفكير في أسباب أخرى للقصف. الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في كلمة متلفزة خلال أحيائه المجلس العشورائي في مجمع سيد الشهداء قال إن المجزرة التي ارتكبتها السلطات السعودية من خلال شنها الغارات على صالة عزاء في صنعاء هو أمر متوقع من هذا النظام. ولا بد من إدانة بأعلى الصوت
لهذه المجزرة الرهيبة التي ارتكبت اليوم، والتي في كل الأحوال ستفضح الكثير من القوى في هذا العالم. أن نقول كلمة إدانة أولا، وإن كانت كلمات الإدانة صغيرة وضعيفة أمام هول المجزرة، وثانيا أن نتوجه إلى عوائل الشهداء بالعزاء وطلب الرحمة لهم عند الله سبحانه وتعالى، وثالثا الدعاء للجرحى بالشفاء والعافية، وأولا وآخرا الدعاء لهذا الشعب اليمني المظلوم الصابر المجاهد الثابت الشجاع الشريف الذي تحمل حتى اليوم وما زال يتحمل ويقدم اليوم هذه التضحية الهائلة والجسيمة في أيام عاشوراء، في أيام الفداء والشهادة والتضحية. وأنا أقول لهذا الشعب أنت ستنتصر حتما، إن دمك الثائر الشريف الذي هو على حق سينتصر على سيف هؤلاء المتوحشين والدمويين والقتلة والإرهابيين. وإلى مجلس الأمن، حيث استخدمت روسيا ومعها فنزويلا حق نقد الفيتو ضد مشروع قرار فرنسي بشأن سوريا وتحديدا حلب، بينما امتنعت عن التصويت الصين وأنغولا، وأيدت مشروع القرار 11 دولة. مندوب روسيا في مجلس الأمن فيتالي تشوركن أكد خلال الجلسة أن روسيا أعلنت مسبقا أنها ستصوت ضد مشروع القرار الفرنسي، كاشفا أن مشروع القرار الفرنسي الإسباني يفرض حظرا على الطيران بشكل كامل فوق حلب، ورأى أن المشروع دعا إلى اعتماد آلية لانتهاك هيكلية التعاون الدولي، مشيرا إلى أن بلاده تقدمت بمشروع قرار يوضح كيفية اتخاذ قرارات جماعية ويحتوي على أحكام تشير إلى الخطوط العريضة للاتفاق الروسي الأمريكي. أما المشروع الروسي فأخفق في الحصول على الحد الأدنى للأصوات بعدما استخدمت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا الفيتو، فيما اعترضت على مشروع القرار الروسي 9 دول، بينما وافقت عليه 4 دول هي الصين وروسيا وفنزويلا ومصر. وإلى شأننا المحلي، التيار الوطني الحر ينفي ما أشيع عن وثيقة تفاهم مع المستقبل. بعد حبكه تفاهما سياسيا مع حزب الله قبل عقد من الزمن وتفاهمه المستجد مع القوات اللبنانية، يبدو أن التيار الوطني الحر يعمل حاليا لكسر الجليد السياسي والطائفي بينه وبين الشارع السني عبر نسج خطوط تواصل وتفاهم مع تيار المستقبل. ففي زمن الحراك الحريري الرئاسي يرفض التيار كل ما يشاع عن اتفاقيات سرية بينه وبين التيار الأزرق على الحصص الوزارية، ويستنكر كل ما يحكى عن إبرامهما اتفاقيات تلخص بتعيين قائد للجيش لا يستفز المقاومة، وعلى عدم مقاربة موضوع سلاح حزب الله، وعلى تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، وعلى إرجاء الانتخابات النيابية عاما كاملا. ما فيها لا صحة ولا عافية، انه حكي ما في عليه جمرك، ما في شيء غير معلن. واليوم اذا في من اي تفاهم بده يحصل، نحن والتيار المستقبل بيكون علني وعلى السطح كل اللي حاصل. في مبادره قام فيها الرئيس سعد الحريري على خلفيه انه انقاذ مثل ما قال الشغور الرئاسي وانقاذ البلد من الازمه والى اخره، ومش خايفه على حدا، انه الطرح يعني بيتضمن ترشيح العماد عون لرئاسة الجمهورية، وهذا الطرح عم بيعمل مشاورات على أساسه. نحن عم ننظر بإيجابية وقت اللي بنقدر نجمع حزب الله والمستقبل والقوات اللبنانية، مش بس على شخص العماد عون، إنما على رؤية كمان لرؤية وطنية للمرحلة المقبلة، بنكون عملنا شغلة كتير مهمة بهالمرحلة اللي احنا فيها. أما شروط ومحاصصة وإخبار عن جد شي بيضحك. بالمنظار العوني، الحريري جاد في مبادرته وفي نياته، حتى ولو لم يرشح علنا حتى الساعة العماد ميشيل عون. من يقف عقبة يمكن في مسار لم يستكمل بعد، هيك بقول، لأنه كمان بدنا نعطي الناس حقها. ما فيك تطلب من الكتل السياسية أنه بين لحظة وضحاها، بين شو عرفني ليلة وضحاها، أنه إيه فورا تهلل وتمشي. لا، في أمور لازم ينحكى فيها، لكن برجع بأكد لا سلال ولا شروط مسبقة على الرئيس. اليوم هل اقترب الجنرال عون من قصر بعبده؟ بعتقد اقتربنا كلنا سوا من حقيقة، هي انه
هذا الدستور وهذا الميثاق هو ضمانتنا. هل فعلا جنرال حضر غراضه لأسرب عبده وحضر خطاب القسم مثل ما بينحكي؟ اللي بيعرف الجنرال بيعرف انه جنرال بعده مثل اول نهار فات على الجيش، عايش كتير مرتاح مع حاله ومع ذاته، وعايش لحظته وساعته مطرح ما هو بالرابية، وما رح يبلش يعيش بعبده الا تيوصل عبده. اما التوجس والحذر السني من عون فليس سوى تضخيم، وأمام مفاخرة التيار بتفاهماته خارج إطار طائفته فضل أعضاء تيار المستقبل التكتم على الموضوع، ونفى بعضهم الآخر صحة الأخبار عن اتفاق سري بين الحريري وعون. دارين دعبوس، قناة الجديد. كاميرا الجديد تدخل المنطقة المحرمة في مطمر الكوستا وترصد جهاد العرب بالصوت والصورة. هذا هو جهاد العرب، واثق الخطوة يمشي ملكاً على مطمره. هكذا أصبح بعد تقاعس الدولة قوياً قوة هذا الجدار الكاسر للأمواج. هذه جولة سرية أجرتها الجديد لتكشف ماذا يجري خلف جدران الكوستا برافا. خلف هذا الجدار وجدنا مطمراً وبقايا بحر ومظلات بقيت شاهداً على شاطئ كان يرتاده عشاقه قبل أن يتحول إلى مطمر يقال إنه مؤقت. ما بقي من هذا البحر ينتظر الكتل الأسمنتية لتطمره، وهذه المربعات البيض التي تحوي نفايات غير مفروزة بدأ العمل لطمرها لتكون أول ما ستقع عليه عيناء السائح من مدرج المطار. وبينما تقوم الجرافات بتهيئة هذه الساحة تمهيداً لاستقبال مزيد من النفايات، رصدت بلدية الشويفات مخالفات عدة بصفتها الوصية على هذا المطمر. كان مفروض بين الطبقة والطبقة بزبالة ينحط 10 سنتي تراب، هيدي ما شفناها بالكشف. الشغلة الثانية مفروض يكون في محطات تكرير راكبة بالمشروع، تكرير للعصارة اللي بتطلع من الزبالة. هلا بيقولوا انه ما لحقوا يركبوا محطات تكرير. اما المخالفة الابرز فتكمن في شفط رمول البحر، حيث تدخل الشاحنات محملة بالنفايات وتخرج محملة برمال ذهبية، وشفط الرمول في المنطقة يعود الى ما قبل اقامة مطمر الكوستا. لاحظنا بنقطة المراقبة في نهار بيطلع كاميونات رمل من جوا. اول كاميون بيطلع من وقفه كشرطة رمل، شو رمل البحر، بتوقفوا جهاز الشرطة تبعنا وما منخليه يطلع على الطريق. بصير عندي مراجعات بهالموضوع، بيقولوا لنا انه في كتاب من وزارة الداخلية بيسمح بهالموضوع. هذا الصوت الذي تسمعونه صادر عن أجهزة جلبها جهاد العرب لإبعاد طيور النورس، ولكن ماذا يستخدم العرب لجذب المناقصات؟ تاريخ العلاقة بين بكركي وعين التيني منذ اتفاقية الطائف في هذا التقرير. أن يكون بشارة للبنان. بعدين طيب الرئيس بيدعي للجلسة كمان مهمة، يدعي الرئيس كارم والرئيس عمينة. مش أنه نحن دعيناكم وانتم ما بتجوا يعني. الاتصالات قائمة بيننا وبين دولة الرئيس. العلاقة بين من أعطي مجد لبنان ومن أعطي كرسي مجلس النواب منذ اتفاقية الطائف كانت دائماً أشبه بصيف وشتاء لم تستقر على حال واحدة. عندما تشتد الأمواج والأنواء وتصبح أمواج عاتية يلجأ أي تلجأ أي سفينة أو أي ربان سفينة إلى المنارة. لكن الثابت فيها أن رئيس المجلس نبيه بري وفي عز الخلاف السياسي لم يتناول الصرح بأي موقف سلبي. كنت تقريبا أنا الجو بتوين بينه وبين كل المؤسسات الكنسية، بدأ بجملة زيارات شملت كل الرهبانيات اللبنانية، من الرهبنية اللبنانية إلى الرهبنية المريمية إلى الرهبنية الأنطونية، بلوغاً إلى بكركي مع اجتماعات عديدة تناولت شتى المواضيع. كان هناك حرص دائم من قبلي على صياغة علاقة إيجابية. المسيحيون الذين خرجوا من الحرب وهم يشعرون بأنهم سلبوا تمثيلهم العادل في الدولة قاطعوا الانتخابات النيابية ورأوا أن هذا المجلس النيابي لا يمثل المسيحيين. ما سمح بتطويره بس يعني ما تدهورت الحالة كمان بين كركي والرئيس الثاني أو بين كركي وعين التاني. مرقت بظروف
يعني حتى بكركي أعمل لك عنده سوابيت يلي بيقتربوا من هالسوابيت بيقربوا من بكركي واللي بيبتعدوا عن هالسوابيت بيبتعدوا عن بكركي. أستاتيكو السياسي الذي كان قائما في ظل الوجود السوري كان يهتز في بعض المحطات من دون أن يصل إلى الطلاق بين عين التين وبكركي. تدرج الخلاف منذ التمديد للرئيس اليسلهراوي عام 95 وتجلى مع قرنة شهوان ونداء المطارنة الشهير المطالب بالانسحاب السوري، فجاء الرد سريعا بتشكيل بري اللقاء التشاوري. وهذا أمر الاجتماع الذي عقد في بلودين، صار في حوار وقتها علني وواضح وصريح بيني وبين دولة الرئيس رفيق الحريري حول رفض أي لقاء يتم ضد قرنة شهوان من قبل مسيحية النظام، واقترحت في حيني أن يتم أي موقف مغاير لقرنة شهوان من كنف بكركي. فصرخ في حيني دولة الرئيس الحريري وقال ما لكم محل بكركي، قلت له لو بنتحدث ولو على 30 سنتيمتر، وكان مبكركي وكان هناك رفض، ودفعت الأمور باتجاه بالتنسيق مع عبد الحليم خدام باتجاه إنتاج لقاء تشاور ضد قرنة شهوان. حسين ربطك سفير يخلي هالحركة السياسية بإطار مكودر ما تروح بعيد، حط مطران، كلف مطران أنه يكون من ضمن هذه الحركة، هو مطران يوسف شارع اللي طول بعمره، حتى كانت يعني رافعة معهم بقضية رفع الاحتلال. مع مجيء البطريرك الراعي تطورت العلاقة بعين التيني، وزار رأس الكنيسة المارونية المصيلح ومقر الرئاسة الثانية في خرق للبروتوكول الذي تبعته بكركي بحصر زياراتها بالقصر الجمهوري، لكن العلاقة عادت وتوترت مع الفراغ الرئاسي. وجود هذه القيادات السياسية المسيحية المارونية جعلت من إمكانية بكركي أن تتحرك باستقلالية عن رغبات هذه القيادة أمر من الصعوبة بمكان. غيمة تشرين العابرة بين بكركي وبري انتهت من دون أن يعني ذلك أن صيف العلاقة بين الطرفين سيطول، بخاصة إذا ما استمر الفراغ الرئاسي في الموقع الذي يراه الموارنة حصنهم الأخير في دولة الطائف. رامز القاضي، قناة الجديد. ولسادة الصرح البطريركي الماروني حكايات تحولت إلى عبر للتاريخ. ستة بطارقة موارنة منذ أعلان لبنان الكبير رفعوا صليب المسيحيين في لبنان وأنطاكيا وسائر المشرق، من البطريرك الياس الحويك وصولا إلى البطريرك مربشارة بطرس الراعي، غير أن البكركي مع الشريك المسلم في الوطن حكايات حولت بعضها إلى حاج وناصر لهم. البطرك المعوشي وقف موقفين مبدئيين ضد تعديل الدستور والمذبحي. المرة الأولى سنة 58 عند التجديد للرئيس كبير شمعون، وبالرغم من وقوف رأي عام مسيحي أكثر إلى جانب التجديد للرئيس كبير شمعون، فقام بعض المسيحيين بإرسال وفود كبيرة إلى بكركي رافعة شعار المسيحية مجتمعة وجاية حج، بدأ ببكركي بطرك ما بدأ حج. بعد إعلان الدستور اللبناني اختار الفرنسيون الأرثوذكسي شارع الدباس رئيس الجمهورية، مما أثار استياء الموارنة في لبنان وعلى رأسهم البطريرك الحويك. معظم المؤرخين يعني أكدوا أنه البطرك كان ضد هذا الاختيار، باستثناء الصحافي اسكندر الرياشي الذي نقر عن البطريرك الحويك قوله إن الرئيس غير الماروني لا يتغنج علينا ولا يطمع بنا. أواخر 34-35 مر على لبنان أزمة عرفت باسم أزمة التبغ والتنباك، مونوبول، احتكار الرجال للتبغ والتنباك، مما أثار استياء شعبيا واسعا في لبنان وسوريا. قام البطريرك الحويك بحملة شعواء ضد النواب المسيحيين الذين وافقوا على هذا المشروع، وأدلى بتصريح إلى أحد الصحفيين اللبنانيين قائلا فيه إنه ليس في المجلس النيابي غير المسلمين عندهم وطنية وليسوا عبيدا للفرنسيين كما هم النواب المسيحيون. سوري، نقل النائب السوري فخر البارودي هذا الكلام إلى المصلين يوم الجمعة في الجامع الأموي الكبير في دمشق، حيث تحمس المصلون وخرجوا بمظاهرات حاشدة إلى شوارع دمشق مرددين الهتاف المعروف لا إله إلا الله والبطريرك عريضة حبيب الله والشيخ تاج الدين عدو الله.
لم ترفع بكركة دائما صوتها مع الغالبية المسيحية، ولم تكن جماهير القادة المسيحيين الأقوى دائما مؤيدة لبكركة وسيدها، غير أن الاصطلاح البطريركي الماروني مواقف يصعب تخطيها في لحظة القرارات النهائية والتسويات. فلسيدها أعطي مجد لبنان. رشا الكرم، قناة الجديد. بعد الفاصل بعبد الحازمية تابع. أهلا بكم من جديد. أهالي بعبد الويزة يطالبون باسترداد الممتلكات العامة التابعة لبلديتهم ويهددون بالتصعيد. تفاعلت قضية اعتداء عناصر من شرطة بلدية الحازمية على عمال من بلدية بعبد الويزة في أثناء قيامهم بتعليق لافتات تدعو الأهالي إلى دفع الرسوم والمستحقات إلى بلدية بعبدة. استجمع العشرات من الأهالي أمام مبنى البلدية في بعبدة استنكارا لما حدث، مطالبين بوقف ما وصفوه بالاعتداء على أراضيهم. نحن مستمرين بتحركنا. أوكي، بعبدة الويزة لن تسمح لأحد بأنه يتطاول عليها. نحن مسنودين على الحق، مسنودين على الدولة، مسنودين على القضاء، ونحن بمواجهة كل تدخلات بشؤون القضاء وبشؤون الإدارات الرسمية لحتى نكون نحن بدولة المؤسسات وبدولة القانون. عناصر البلدية وصلوا إلى مبنى بلدية بعبدة بعد إدلائهم بإفادتهم في فصيلة فرن الشباك. أنا ما بدي منهم شيء، أنا بدي القضاء يمشي دغري، وإلا التنين نحن ما بدنا لا قضاء ولا بدنا محافظ ولا بدنا سرايا ولا بدنا حدا ببعبدة يروحوا على غير منطقة. نحن ما بدنا الدولة بقى، نحن وقت الكيان ما في دولة، نحن كنا نوقف عند الدولة. وتزامنا عقد رئيس بلدية بعبدة مؤتمرا صحافيا ندد فيه بالاعتداء على عناصر بلديته، مسلطا الضوء على أساس المشكلة بين البلديتين. بلدية الحزمية كانت قبل استحواذ هذه الصفة حي من أحياء بعبدة دون نطاق مستقل. ما بقيت الأيام بيصدر عن مجلس شورى الدولة قرار بيوقف قرار وزير الداخلية مروان شربيل اللي بدوره ألغى قرار يلي أعاد حدود الحزمية إلى قرار معالي الوزير جنبلاط الذي استحدث بلدية في الحزمية وحدد نطاقها وفقا للخريطة المرفقة. تبرز هذه الخريطة حدود الحازمية في القرار الذي أصدره الشهيد كمال جنبلاط حين كان وزيرا للداخلية، والذي استحدث فيه بلدية للحازمية. وبحسب بلدية بعبدة فأن قرار مجلس شورى الدولة الصادر عام 2013 يعيد الحدود إلى ما كانت عليه وفق خريطة جنبلاط. ومن هذا المنطلق يطالب أهالي بعبدة اليوم بإحقاق الحق وإعادة أراضيهم إلى كنف بلديتهم. جوال الحاج موسى، قناة الجديد. الوزير الياس بوصعب يأسف على جهل البعض دوافع تحركات العونيين في الحكومة وينتقد سياسات البعض المزدوجة تجاه الرئيس سعد الحريري. في خلال رعايته افتتاح أكاديمية للسلامة المرورية في كفر حزير الكورة، أسف وزير التربية والتعليم العالي الياس بوصعب كيف يستغرب البعض خروج التيار الوطني الحر من الحكومة وعودته إليها متسائلا عن الأسباب، لافتا إلى أن المشكلة مع هذا البعض في عدم إدراكه للأمر، لأنه اعتاد منذ 11 عاما على نمط معين لا يعرف فيه أن الظروف قد اختلفت اليوم. بدنا نتأمل منهم يعرفوا الأسباب لحتى نقدر نحن وياهم نلاقي العلاج. مشكلة تانية، البعض بلش ينتقد كمان الشيخ سعد الحريري على الموقف اللي عم ياخده اللي ممكن يؤدي لانتخاب رئيس الجمهورية. هالبعض كان عم بيهلل للشيخ سعد الحريري وقت اللي كان هو حاسس حاله ممكن يكون مستفيد أو واصل من وراء كلام الشيخ سعد الحريري. إذا تغيرت الظروف هني بغيروا مواقفهم. مصلحة لبنان قبل كل شيء، لأنه اللي بدنا نعلمه لأطفالنا هو هيك، نطلع من الشخصنة، نطلع من المصلحة الشخصية ونوصل للمصلحة العامة. اللي بيستحق نوقف معه ونوقف حده، واللي ما بيستحق ما لازم نزقف له حتى لو كان من فريقنا.
حفل الافتتاح الذي حضرته فاعليات سياسية وحزبية وأكاديمية، تخلله أيضا كلمات لنائب رئيس جامعة البلماند دكتور ميشيل نجار، الذي لفت إلى الأعمال الإنسانية التي تقدمها مؤسسة جورج نسيم خرياطي للمجتمع من العناية الصحية بالأطفال وصولا للأكاديمية الجديدة المتخصصة في السلامة المرورية. بدورها أشارت رئيسة المؤسسة الدكتورة أدلات عينات خرياطي إلى دور الأكاديمية الجديدة في تعزيز سلامة السير في لبنان والتخفيف من وفيات وإعاقات الشباب الناتجة من حوادث السير. سياسيو لبنان يبحثون عن نجومية وهمية. Looking for the celebrities who... بعدما طلبنا وضع أسماء الشخصيات العامة التي يهمكم معرفة ما إذا كانت تلجأ إلى الغش في الفولورز، تمت تسمية أشخاص عديدين من سياسيين وفنانين وإعلاميين. الابلكيشن اللي هنستعملها اليوم تعرف مين هن فيك، مين هن ان اكتف ومين هن جود. الاكونت الفيك هو الاكونت اللي اصلا من بلد بيكون غير معمول من روبوتس، مش اشخاص حقيقيين هن يعني عم بيعملوا انجيجمنت مع الشخص. اذا بتفكري فيها منطقيا بلبنان شوي صعب يكون حدا عنده مليون او مليونين فولوور يكونوا عن جد حقيقيين. يعني إذا بتقارني على دول أمريكا، إذا بتشوفي مادونا اللي هي أشهر من أن تعرف، عندها بس مليون ومئتين ألف أو مليون وثلاثمائة ألف فولوور على تويتر. عندنا سيلابريتيز بلبنان مثل إليسا اللي عندها 3 مليون، دغري فيك تلاحظي انه عن جد في شيء مشكوك فيه. حتى لما تشوف الانجيجمنت عند مادونا والانجيجمنت عند إليسا، بتلاقي إليسا مع انه عندها اكثر فانز عم بكون عندها أقل engagement. engagement يعني retweet والcomment والfavorite. فاخترنا بعض أسماء السياسيين وقمنا بداية بمقارنة بسيطة مع كل من ترامب وكلينتون. منشوف 8% fake، 67% inactive و 25% good. نسبة أعلى لهيلاري كلينتون 12%، هلا مش كتير فارقة يعني. وفعليا هذه النسبة لا تحتسب. فيها انه فؤاد السنيورة ما بيعمل تويتس، يعني كل تويتاته جايين من فيسبوك معظمه، 41% فيك و 49% انكتف. وهلا رح نشوف رئيس الحكومة الحالي تمام سلام، بين عنا انه في بس 12% من الفولورز اللي له هن اكتف، 50% هن انكتف و 38% هن فيك. وهلا حنجرب الوزير جبران باسيل اللي هو عنده 92 ألف فولوور على تويتر، كمان بنشوف انه عنده 36% فيك و 49% انكتف. هلا رح نشوف الوزير علي حسن خليل، كبين عنا هون انه 37% من الفولورز له فيك و 46% انكتف. فرئيس القوات اللبنانيه سمير جعجع اللي عنده اكثر من 200 ألف فولوور على تويتر، 30% من الفولورز هن فيك و 55% هن انكتف. هذه عينة من السياسيين اللبنانيين التي حللنا متابعيها أخذين بالاعتبار التفاعل معهم. يمنى فواز، قناة الجديد. على توقيت إحياء الذكرى الأولى للوزير الراحل الياس سكاف، قررت بلدية زحل والقوات اللبنانية إقامة ماراثون رياضي سوف يستدعي إقفال بعض الطرق. وحيال هذا الموضوع أكدت الكتلة الشعبية أن رئيستها مريم سكاف اتصلت قبل 3 أسابيع ببلدية زحل ومحافظ البقاع لتأجيل الماراثون، لكن القوات أصرت على الموعد في اليوم نفسه. وقال بيان الكتلة إن المطلوب من البلدية والأجهزة الرسمية فتح طرقات المدينة قبل الساعة 11 وإيقاف كل المهرجانات احتراما لحرمة الموت. وإذ انتقد البيان هذا النهج الإلغائي، جدد الدعوة لتأجيل الماراثون أسبوعا وختم قائلا: تعالوا غدا نصلي جميعا بهدوء لراحة من أحب زحلة، كل زحلة، ولم يدخل يوما في زواريب الاستفزاز والابتزاز الضيقة. اعتصام لأصحاب مزارع الدواجن في مرج عيون حصبية رفضا لاستيراد الدجاج من الخارج وكساد إنتاجهم. بمشاركة نائب المنطقة قاسم هاشم وأمين سر النقابة اللبنانية لمربي الدواجن عماد ياسين، نفذ أصحاب مزارع الدجاج في منطقتي مرج عيون وحاصبية اعتصاما سلميا عند مفرق بلدة دير ميماس في مرج عيون، احتجاجا على استيراد الدجاج المجلد من الخارج لا سيما من البرازيل، بالإضافة إلى الدجاج المهرب من سوريا وما ينتج عنه من خسائر يتكبدونها منذ سنة خلت. هل يعقل أن يكون كيلو اللحم اليوم منبيعه كمزارعين بقلب المزرعة كيلو اللحم بحق كيلو خبز؟
في فائض عندنا بالانتاج، نحن عندنا قدره انتاجيه عاليه، الاستيراد بيزاحم الانتاج المحلي، بغرق السوق، وبالتالي عم تكون الاسعار دون الكلفه بمبالغ طائله. وما اتخذ في وزاره الزراعه من قرار باخضاع موضوع استيراد الدواجن الى اجازات مسبقه ما هو الا خطوه، ولكن قد تكون اتت متاخره. المهم اليوم الالتفات الى هذا القطاع قبل ان تتفاقم الامور، ويجب ان يكون هنالك سياسه واضحه لدى الدوله لانقاذ القطاع الزراعي بكل ما يعني، لانه قطاع اساسي، قطاع انتاجي. وقد عمد مربو الدواجن إلى رمي الدجاج الحي على الطريق احتجاجاً في رسالة مفادها أن الإنتاج المحلي يكفي السوق اللبنانية. بعد الفاصل إعصار ماثيو مباشرة على الهواء. أهلا بكم من جديد. نتائج الانتخابات البرلمانية في المغرب تظهر تقدم حزب العدالة والتنمية. فاز الإسلاميون المعتدلون في الانتخابات التشريعية في المغرب وتغلبوا على حزب منافس يقول منتقدوه إنه مقرب أكثر من اللازم من القصر الملكي في سباق متقارب سيعقد من مفاوضات تشكيل حكومة ائتلافية. وطبقا للنتائج النهائية التي أعلنها وزير الداخلية المغربي، حصل حزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي يتزعمه رئيس الوزراء عبد الله بن كيران على 125 مقعدا، في حين حصل حزب الأصالة والمعاصرة المدعوم من الملك ويقدم نفسه على أنه بديل ليبرالي للإسلاميين على 100 ومقعدين، وحصل حزب الاستقلال المحافظ على 46 مقعدا. وبموجب النظام الانتخابي في المغرب لا يمكن لحزب واحد الفوز بأغلبية ساحقة في انتخابات البرلمان المؤلف من 395 عضوا، ويتعين على الفائز تشكيل حكومة ائتلافية ويختار الملك الذي ما زال يحتفظ بمعظم السلطات التنفيذية رئيس وزراء من الحزب الفائز. وبعد إعلان نتائج الانتخابات، أعلن حزب الأصالة والمعاصرة بلسان متحدثه أنه لن يتحالف مع حزب العدالة والتنمية الفائز، وأنه سيكون في المعارضة إذا ما تمكن منافسه من تشكيل ائتلاف. أعلنت شرطة مدينة كامنتس الألمانية عن العثور على متفجرات أثناء عملية تفتيش أجرتها في منزل مشتبه به بالتحضير لعمل إرهابي. ونشرت شرطة ولاية ساكسونيا صورة للمشتبه فيه، وأطلقت عملية أمنية واسعة النطاق بحثا عن الشاب، وهو سوري الجنسية يبلغ 22 عاما من العمر ويدعى جابر البكر، ووصل إلى ألمانيا كلاجئ العام الماضي. هذا وقد ألقت الشرطة القبض على 3 أشخاص يعتقدوا بأنهم على صلة بالمشتبه فيه. فضيحة أخرى لترامب تمنح كلينتون الفرصة الذهبية. عشية المناظرة الثانية بين المرشحين للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب وهيلاري كلينتون، بدأت الفضائح الخاصة بهما بالتكشف، وأبرزها ظهور ترامب في تسجيلين مصورين لمجلة بلاي بوي يعودان إلى عام 94، إذ يظهر إلى جانب نساء عاريات تماما في المشهدين، إضافة إلى تصريحات للمرشح الجمهوري وصفت بأنها جنسية وسوقية تجاه النساء، تلفظ بها قبل ظهوره في برنامج Days of Our Lives عام 2005. هذه التصريحات وضعت ترامب في مأزق يهدد فرصته بالفوز، إذ أثارت اشمئزاز شخصيات بارزة في الحزب الجمهوري الذي يمثله ترامب، وأبرزها رئيس مجلس النواب الأمريكي بول رايان، الذي أعلن أنه سحب دعوته ترامب إلى المشاركة في تجمع انتخابي مشترك لهما. وأعلن كذلك رئيس لجنة الإصلاح الحكومي في مجلس النواب جيسون تشافيتس سحبه دعم ترامب في انتخابات الرئاسة، ودعا الحزب إلى إعادة النظر في ترشيحه بعد فضيحة الفيديو الجديد. وفي محاولة منه لاحتواء تبعات تصريحاته، اعتذر ترامب عبر شريط فيديو وزعه على الصحافة. I've said and done things I regret, and the words released today on this more than a decade-old video are one of them. Anyone who knows me knows these words don't reflect who I am. I said it, I was wrong,
and I apologize. هيلاري كلينتون المرشحة المنافسة لترامب استغلت من جانبها الفرصة لتحث النساء على منع منافسها من الوصول إلى البيت الأبيض، وكتبت كلينتون في تغريدة لها: هذا أمر مثير للإشمئزاز، لا يمكن أن نسمح لهذا الرجل بأن يصبح رئيسا. وعلى الرغم من فضائح ترامب الجديدة، فإن كلينتون هي أيضا لم تسلم من التسريبات التي استهدفتها في الأسبوعين الماضيين، فقد بدأ موقع ويكيليكس نشر رسائل إلكترونية قرصنها من جهاز رئيس حملة كلينتون جون بودوستا تؤكد تلقي كلينتون مبالغ مالية لقاء خطابات ألقتها، وتظهر مقتطفات وتصريحات أدلت بها عن وول ستريت والسياسة التجارية. ماثيو مستمر في ضرب الولايات المتحدة متسببا بأضرار مادية فادحة وقتل المئات وتشريد الآلاف. متنقلا اجتاح إعصار ماثيو الولايات الشرقية في أمريكا، فبعد هايتي وفلوريدا ضرب الإعصار الأقوى منذ أكثر من 10 أعوام ساوث كارولينا، مخلفا العديد من الضحايا والخسائر المادية. وقد ارتفعت حصيلة الضحايا في ولاية هايتي جنوب شرق البلاد إلى أكثر من 900 قتيل، حيث تسبب ماثيو في تشريد عشرات الآلاف قبل أن يتوجه شمالاً حيث يجتاح الساحل، متسبباً بفيضانات وانقطاع واسع للكهرباء. كما أدى الإعصار الكارثة إلى إجلاء آلاف السكان على طول الساحل من ولاية فلوريدا مروراً بجورجيا وساوث كارولينا وصولاً إلى نورث كارولينا. الرئيس الأمريكي باراك أوباما شدد على ضرورة توخي الحذر والالتزام بتعليمات السلامة العامة، لافتا إلى خطورة الإعصار والمخاطر القائمة من ارتفاع الموج بسبب العاصفة. يذكر أن الإعصار ماثيو كان قد بدأ يوم الثلاثاء الماضي باجتياح ولاية هايتي برياح وصلت سرعتها إلى 233 كيلومتر في الساعة مصحوبة بأمطار غزيرة، ليصل نهار الجمعة إلى فلوريدا برياح وصلت سرعتها إلى 195 كيلومتر في الساعة، أدت إلى انقطاع الكهرباء عما يقارب 600,000 منزل. هذا فيما لا يزال خطر الإعصار يتهدد الولايات المتحدة الأمريكية تباعاً إلى أجل لم يحدده خبراء الرصد الجوي بعد. خلال البث المباشر من ولاية فلوريدا للإعصار ماثيو، ظهر مراسل صحفي وهو يحاول الصمود جاهداً أمام رياح الإعصار القوية. وإلى الأخبار الفنية مع دارين شاهين. مساء الخير. أعلن النجم ليوناردو دي كابريو عن رغبته بالسفر إلى المريخ، وأكد دي كابريو أنه حجز مقعده برحلة للمريخ بعد تحدثه مع الموجودين بمهرجان ساوث باي ساوث بالبيت الأبيض عن خوفه من مشكلة تغير المناخ العالمي. كشفت وسائل الإعلام العالمية عن السبب وراء ارتداء الأمراء البريطانيين الدائم للشورت بسن الطفولة، حيث أوضح خبير الاتيكات ويليام هانسون أن ارتداء الشورت للأطفال تقليد بأوساط الطبقة العليا، الطبقة الأرستقراطية والملوك، وتعتبر السراويل الطويلة لباس لسكان الضواحي بالنسبة للأطفال، وبالطبع بتتجنب العائلة الملكية أنها تعتبر من بين هؤلاء السكان. أطلقت النجمة العالمية ليدي غاغا أغنيتها الجديدة Million Reasons، كما أطلقت غاغا أول دمية كبيرة اسمها زومبي غاغا صممتها شقيقتها ناتالي، وهي مستوحاة من إحدى إطلالات غاغا بكليب Born This Way. وتحمست غاغا كتير للدمية ودعت محبينا لينضموا إلى حركة Kind Monsters ويوقعوا العريضة بصفحتها الخاصة ويكونوا لطفاء مع الغير. ورح تبدأ غاغا بعملية ما قبل البيع الخاص بالدمية ابتداء من الاثنين 17 تشرين الأول. You're afraid or someone's far away.
never give in. Cause happily we'll reign when consequences change. Believe you can win. Yeah, they say you grow when you don't succeed, but it's hard to breathe when no one. واخيرا ومن بعد اطلاق كليب الجديد تحت عنوان عم بحكي مع حالي، كتار من النجوم علقوا على فكره الكليب، طريقه تصويره، لوكا الجديد. شو قالوا للفنانه نوال الزغبي؟ المخرج سعيد المروق قال: مبروك نوال حبيبه قلبي، الكليب مهضوم وفرح، برافو جو بعيد. ماجي بوغصن علقت وقالت: من اجمل كليبات هالسنه، هضامه، خف الدم، جمال، كل التوفيق يا احلى نجمه. نادين نسيب نجام قالت: ياي ملا كف حرام، مبروك فيديو كليب ذهبي لنجمة ذهبية، كتير حلو، انت كتير مهضومة وطالعة كتير مهضومة، ألف مبروك. باميلا الكيك قالت: ولا أهضم بهالفيديو كليب، ما بيلبق لك إلا كل شي حلو وعفوي مثل العادة. ونحن منقلك مبروك. وإلى أخبار مواقع التواصل الاجتماعي مع الزميلة سارات صالحة. مساء الخير. تحت هاشتاغ وعد علي، أطلقت قوى الأمن الداخلي حملة للحد من الحوادث المميتة على الطرقات والحفاظ على السلامة المرورية. الحملة بلشت امبارح لتستمر اليوم وتوصل لذروتها بمشاركة واسعة جدا من المواطنين يلي استخدموا الهاشتاغ برفقة إعلاميين وفنانين غردوا بعبارات تشجيعية ووعود أطلقوها مباشرة للحفاظ على أنفسهم وعائلاتهم. بالوقت نفسه انتشرت صورة شرطي سير عم بيوقف سيارة بتحمل نمرة مميزة ليتبين بعد التحقق منها أنها غير مسجلة شرعيا بمصلحة تسجيل السيارات. أما اللوحة فهي لرقم ممنوع من الاستخدام وبترجع لشخص له نفوذ قوي بمنطقة الدكوانة كما تم ذكره. ومع أنه السيارة رجعت تمشي بالطرقات برغم وضعها الغير قانوني والمخالف، لكن الناشطين عبروا عن إعجابهم بالشرطي يلي طبق القانون على السيارة بغض النظر مين في جواتها ومين بيكون صاحبها. وريتويت للحملة من ترينز. تعرض موقع أمازون أحد أكبر الأسواق التجارية ومقدمي خدمات البيع والشراء عبر الإنترنت للانتقاد الكبير بسبب إعلان لبيع رداء يشبه النقاب الإسلامي لكنه قصير ومثير، بالإضافة لرداء خليجي بالدشداشة بيرتديها رجل أبيض لكن وجهه أسود. وهالإعلان كان ضمن مجموعة من الملابس الغريبة لاستخدامها خلال الاحتفال بعيد الهالوين. مستخدمي المنصة عبروا عن استياءهم من استخدام الرموز الدينية والملابس التقليدية يلي بتعبر عن الهوية والانتماء بهالشكل، وطالبوا باحترام الاختلاف الثقافي والديني. هالشي اضطر أمازون للاعتذار وقامت بحذف الإعلان وأوضحت أنها رح تحذف أي حساب من منصتها في حال عدم الالتزام بالمعايير يلي وضعتها. أطلق فيسبوك تطبيق جديد تحت اسم فيسبوك إيفنتس، والغرض من هالتطبيق هو تسهيل إيجاد الأحداث يلي عم بتصير قريبة منك وممكن تكون مهتم تحضرها. التطبيق بيظهر شو هي الأحداث يلي أصدقائك مهتمين فيها أو من الصفحات يلي أنت مهتم بمتابعتها على الفيسبوك، كما بتقترح لك أحداث بناء على الوقت والمكان والموضوع يلي أنت مهتم فيه. وهالتطبيق متوفر فقط بالوقت الحالي لمستخدمي نظام iOS. حكمت محكمة استئناف بتغريم سامسونج أكثر من 119 مليون دولار لصالح شركة أبل لنسخ عدد من مميزات آيفون مثل السحب للفتح، التصحيح التلقائي والاتصالات السريعة. وقائع هالقضية والصراع الدائر من 2011 بين الشركتين بترجع بسبب تقديم أبل سلسلة من الدعاوى بتتعلق ببراءات الاختراع ضد شركة سامسونج. الحكم على هالقضية تم بشهر شباط الماضي ضد أبل وببطلان الدعوى، لترجع اليوم المحكمة تقرر أنه قرار القضاة يلي حكموا ضده هو قرار خاطئ.
مشاهدينا نحن وصلنا لنهاية أخبارنا الليلة، لمزيد من التفاصيل وأخبار أخرى تابعونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالبرنامج وعبر صفحاتي على الفيسبوك، تويتر، إنستغرام وسناب شات، وأكيد ما تنسوا تتاج أند هاشتاج ترينز حتى نقدر نتبع أخباركم ونقولها بنشرات لاحقة. تصبحوا على خير. كان في العناوين: مئات الشهداء والجرحى في غارات على مجلس عزاء في صنعاء. في كل الأحوال ستفضح الكثير من القوى في هذا العالم. سقوط مشروعي القرار الفرنسي والروسي في مجلس الأمن. تفاهمات عون الحريري على رأس السطح. إذا في من أي تفاهم بده يحصل نحن والتيار المستقبل بيكون علني وعلى رأس السطح. بالصوت والصورة جهاد العرب ملكا على مملكة المطامر. علاقة بكركي عين التيني ليست زواجا مارونيا ولا بيت طاعة. كان هناك حرص دائم من قبلي على صياغة علاقة إيجابية. البطاركة من عريضة حبيب الله إلى الحاج المعوشي. لا إله إلا الله والبطريرك عريضة حبيب الله والشيخ تاج الدين عدو الله. ختام النشرة. لمزيد من الأخبار تابعونا عبر موقعنا الجديد .tv وعبر فيسبوك الجديد أونلاين وأيضا عبر تويتر الجديد نيوز. تصبحون على خير وشكرا للمتابعة.